كل أنواع التعذيب، كل شيء يخطر على بالك، شبح من صدمات الكهرباء، من كيب النار، كل شيء. لحتى يعني أحيانا يدخلونا 4 5 فما يتركونا من التعذيب حتى يموت واحد. أنا أحمد من ريف حلب الجنوبي، كنت مسافر، اعتقلت من قبل قوات النظام بحماة من قبل المخابرات العسكرية، فأخذونا على الفرع مباشرة. فلحظة دخولنا على الفرع بلشت أكل ضرب، تميت أكل ضرب لحتى دخلنا يعني زحف على الزنزانة. ثاني يوم نزلونا على التحقيق، انت بدك تعترف بشيء ما لك مساوي، تهمتك جاهزة، انت ارهابي حامل سلاح ضد الدولة. بس طلعت يعني انسان اخر، كنت قبل ما افوت يعني مثل ما يقال اضرب الحيط يعني يهدوا.